إخوانا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في عقار جديد، عقار متميز دائما خوت محبابنا، كيف ما عودناكم كيف ما عوداتكم قناة الوسيط العقاري، قناة يونس خليفة العقارية، أننا كنجيب لكم العقارات المتميزة والمواقع الاستراتيجية والأثمنة المناسبة خوت محبابنا. جميع التفاصيل اللي غتبغيو تعرفوها إن شاء الله على هذا العقار هذا الجميل والمتميز غتلقاوه إن شاء الله في هذا الفيديو. عقار متميز بالموقع ديالو، عقار متميز بالفينيسيو ديالو، عقار متميز بالثمن ديالو بطبيعة الحال، مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع العقار. نبداو معكم الأجزاء المشتركة ديال هاد الشقة هذه الجميلة المتميزة، هانتوما هادو الأجزاء المشتركة ديال هاد الشقة هذه الجميلة والرائعة ذات الموقع الاستراتيجي المطلوب والمطلوب. خوت الأحباب كتحتو على مدينة تمارة، هانتوما جوج ديال ليزابارتمون في الإيطاج، مدينة تمارة حي الوفاق، مساحة لفتيتر 109 متر، هانتوما الصالون بهج، الأرضية ديال الأبارتمون كلها بالرخام. شوف الصالون المساحه ديالو ما شاء الله تبارك الله، ثلاثة ديال الغرف، الصالون وثلاثة ديال الحمامات والمطبخ وسيجور هائل. وشوفوا معايا الصالون مبهج، شوفوا معايا الشرجم ديال الصالون، هذه راه مسألة مهمة خوت محبابنا. الشرجم كيكون في الوسط ديال الصالون وكيكون الحجم ديالو تبارك الله كبير، كتجي التفريجة التفريشة كتجي مبهجة ورائعة ومتولة. هانتوما راه حاولت أن هذا الصالون هذا ما شعلوش شي فيه الضوء باش تشوفوا الإضاءة كما هي الإضاءة الحقيقية. وبطبيعة الحال اللي بغى يدير زيارة للعقار مرحبا به وألف مرحبا، كنكونوا سعداء كنكونوا فرحانين. شوفوا معايا النوعية ديال الخشب، هانتوما سيدي المشاهدين كيف ما قلنا الشقة راه كتواجد في مدينة تمارة في حي الوفاق، أحسن بلاصة في حي الوفاق، حي الوفاق راه فيه وفيه، هاد الشقة هذه راه كتواجد في أحسن بلاصة في حي الوفاق، قريبة بزاف للمحكمة، قريبة بزاف للملاعب القرب، وقريبة بزاف لجميع المرافق اللي يمكننا نحتاجوها، من بين أرقى الأحياء خوتنا أحبابنا حي الوفاق، من بين أرقى الأحياء اللي كاينة في مدينة تمارة. شفنا لكم هاد الشقة هذه جميلة كيف ما قلنا المساحة ديالها 109 متر، موقع استراتيجي، فينيسيو رائع، مساحة تبارك الله مبهجة، والثمن متميز. عندنا الكراج ديال السيارة بطبيعة الحال، عندنا المصعد، هذه راه غرفة النوم الرئيسية، راه جات بالبالكون ديالها بالتيراس ديالها كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما السيدة المشاهدين. لافاساد راه عندنا جوج الواجهات، واجهة جنوبية وواجهة شمالية، يعني الشميشة راه صباح ومساء كيف ما لاحظتوا معنا، عندنا البلاكا في هاد لاشومبر هادي، وعندنا الحمام الخاص بهاد الغرفة هادي. يونس خليفة يحييكم لعين المكان، كنحاولوا أننا نوفروا لكم جميع العروض المتميزة بجهد بطبيعة الحال، وكاين المصداقية الحمد لله رب العالمين، وكاين الشفافية، وبطبيعة الحال اللي بغى يدير زيارة العقار يتلاقى بنا وإن شاء الله نوريو جميع التفاصيل. هادشي اللي كتشوفوه راه هو اللي كاين بطبيعة الحال بدون زيادة ولا نقصان. عندنا هذا الحمام هذا الخاص بهذ غرفة النوم هذه، عندنا جار ديال الترومبي، عندنا طوالت عزك مرفوع معايا السناتير كيفاش داير، داكشي زوين داكشي متول، ما تضيفوا إن شاء الله حتى إضافة بطبيعة الحال. عندنا لا كليم وعندنا واحد السيجور زوين غادي نشاركو معكم، عندنا كذلك طوالت اعزكم الله ديال لي زانفيتي هي هذه غادي نشاركها معكم حتى هي. هانتوما زوينة زوينة الشقة متولة رائعة، فينيسيو فيها رائع، والثمن جد جد مشجع ان شاء الله الرحمن الرحيم، واخا الثمن جد مشجع. السيجور ديالنا هو هذا، شفتوه السيدة المشاهدين ها هو، والأرضية كيف ما لاحظتوا معنا راه كلها بالرخام. الشقة كتواجد في الطابق الثاني مع وجود المصعد وكيف ما قلنا كذلك الكراج ديال السيارة. لافاساد ديالها عندها جوج الواجهات، لافاساد الشمالية ولافاساد الجنوبية. هذا الحمام الثالث ديال غرف النوم، عندنا الحمام الأول في غرفة النوم الرئيسية، وعندنا الحمام كذلك ديال الضياف، وكذلك عندنا هذا الحمام هذا الخاص بغرف النوم ديال الوليدات. الزريج عندنا طالع حتى للبلافو، عندنا لي سبوط، وعندنا السانيتير كيف ما قلت من نوعية رافية، عندنا الباس كذلك، عندنا لي شومبر ديال النعاس مبهجي كذلك. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا هاد الغرفة هادي راه بالبلاكار ديالها ها هو، وكيف ما كنقول أن التسويق كنحاولوا أننا نوريكم جميع التفاصيل، ولكن اللي بغى يدير زيارة مباشرة للعقار يتصل بينا وإن شاء الله حنا نجيبوا حتى لهاد الشقة هادي الجميلة، أكيد إن شاء الله غادا تعجبكم لأن الموقع ديالها رائع جدا. هذا هو المطبخ ديالنا خوتنا وحبابنا، شوفوا معنا البلاكارات الفوق والبلاكارات التحت، عندنا البلاك وعندنا الهوط وعندنا الفران، هادشي خلاص بطبيعة الحال راه كيبقى. شقة راه تبارك الله بحالها جديدة، ما مسكوناش بزاف، النقا كيف ما كتشوفوا معنا، والتميز والثمن. بالنسبة للثمن خوتنا وحبابنا ديال هاد الشقة هذه اللي كيف ما قلنا كتواجد في حي الوفاق، المساحة ديالها 109 متر، ثلاثة ديال الغرف، صالون وسيجور وثلاثة ديال الحمامات، الموقع استراتيجي، الفينيسيو هائل، الثمن خوتنا وحبابنا 145 مليون، والثمن راه قابل للنقاش بعض الشيء، الثمن كاين شي شوية ديال النقاش فيه، موقع راه وصل 15000 درهم للمتر كاري هذا الموقع هذا، ولكن هذا الثمن إن شاء الله راه إن شاء الله جبناه لكم خصيصا وجبته لكم وكالة يونس خليفة العقارية بالتفاوض بطبيعة الحال مع أصحاب العقار،
وصلنا ان شاء الله لهذا الثمن هذا اللي مرضي لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو المصعد ديالنا وكذلك حتى من الازياء المشتركه. داكشي زوين داكشي متول بالنسبه للاسانسور ما كيخسرش بصفه نهائيه. داكشي راه من النوعيه الرفيعه. عندنا جوج ديال الابارتمون في الايطاج كيف ما كتشوفوا معنا وعندنا الدروج مضوي تبارك الله بطبيعه الحال. عندكم الروبيني ديالكم في السطح وعندكم البلاصه ديالكم الخاصه بكم في الكراج ديال السياره اللي جا في الطابق تحت الارضي. هذا هو العقار ديالي خوت محبابنا. اللي عنده اي تساؤل يتصل بنا، اللي عنده اي اقتراح يتصل بنا، واللي بغى يدير زياره مباشره للعقار حتى هو يتصل بنا. الله يحفظكم ويجيكم. وكذلك اللي عنده اي عقار وبغى يبيعو عن طريقنا ما عليه الا يتصل بنا، والباقي ان شاء الله راه كله علينا بمصداقيه وبحرفيه ومهنيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنوا اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم خوت محبابنا. الله يحفظكم ويجيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.